لكن الموضوع الثاني موضوع ساخن، فاليوم يتعرض المسجد الأقصى موطن أبيكم إبراهيم ومتعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين، المسجد الذي نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب المنزلة، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، والذي لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ببركات الدين والدنيا، والذي أضحى بالإسراء إليه والمعراج منه، رمزاً للشخصية المعنوية للمسلمين. إنها مؤامرة تحاك ضد هذا المسجد، حيث يحلم الصهاينة ببناء معبد يهودي على أنقاضه، لذلك هم ينشطون لإبراز مسجد الصخرة على أنه المسجد الأقصى، تمهيداً لإزالته وبناء المعبد المزعوم مكانه. إن مسجد الصخرة الذي يبرزه الإعلام الصهيوني على أنه المسجد الأقصى بصورته المعهودة عند عامة الناس ليس هو المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، بل هو مسجد الصخرة الذي تم منها عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي وصف القرآن الكريم بالبركة إيماء قوي للعرب حملت رسالة الإسلام، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنه مفروض عليهم، وقد بارك الله حوله أن يحفظوا له هذه البركة، ومتى اعتدي عليها فعليهم أن يصطلحوا مع ربهم أولاً ويعدوا لعدوهم ما يستطيعون من قوة ثانياً كي يحرروه ويحرروا ما حوله من أيدي الغزاة، ويحيوا بتحريره سيرة فاتحيه الأبطال عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإن الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة جزاء لمن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. أما الذي يعمر مساجد الله يعمرها بالبنيان وينورها بالإيمان فعمله علامة مميزة على صحة الإسلام وصدق الإيمان، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة، هناك مصطلح معاصر هو الهروب إلى الأمام، وقد يكون الهروب إلى الوراء، يعني حينما تتتالى النكبات وحينما يدنس هذا المسجد الطاهر شذاذ الآفاق ونتألم أشد الألم، نبحث في التاريخ عن ومضة تعطينا حماساً وأملاً باستعادة هذا المسجد. نعود القهقرة إلى يوم الجمعة الواقع في 27
من شهر رجب عام 583 للهجرة، الموافق للثاني من تشرين الأول عام 1187 للميلاد. ففي هذا اليوم تم فتح مدينة القدس من قبل المسلمين بقيادة البطل صلاح الدين، وتم تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين. وها نحن أولئي نرى القلوب قد امتلأت بالفرح، والوجوه قد عمها البشر، ونسمع الألسنة وقد لهجت بالذكر. لقد علت الرايات وعلقت القناديل ورفع الأذان وتلي القرآن وصفت العبادات وأقيمت الصلوات وأديمت الدعوات وتجلت البركات وانجلت الكروبات وزال العبوس وطابت النفوس وفرح المؤمنون بنصر الله. أعاد الله علينا هذا النصر. وها نحن أولئي ندخل إلى المسجد الأقصى، فإذا المسلمون وفيهم صلاح الدين وجنده يجلسون على الأرض لا تتفاوت مقاعدهم ولا يمتاز أميرهم عن أحد منهم. قد خشعت جوارحهم وسكنت حركاتهم، هؤلاء الذين كانوا فرساناً في أرض المعركة استحالوا رهباناً خشعاً كأن على رؤوسهم الطير. وفي حرم المسجد، هذا هو خطيب المسجد محيي الدين القرشي قاضي دمشق، يصعد المنبر ويلقي خطبته التي لو ألقيت على رمال البيد لتحركت وانقلبت فرساناً، ولو سمعتها الصخور الصم لانبثقت فيها الحياة. لقد افتتحها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله ثانية أن يعيد علينا هذا النصر. وها نحن أولئي نستمع إلى فقرات من خطبته، يقول: يا أيها الناس أبشروا برضوان من الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المعتدين الغاصبين قريباً من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه من رجس الشرك والعدوان. ثم قال محذراً خطيب المسجد يوم افتتاح المسجد بعد استرجاعه، ثم قال محذراً: إياكم عباد الله أن يستزلكم الشيطان فيخيل إليكم أن هذا النصر كان بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد. لا والله، وما النصر إلا من عند الله، فاحذروا عباد الله، بعد أن شرفكم ربكم بهذا الفتح الجليل أن تقترفوا كبيرة من مناهيه. انصروا الله ينصركم، خذوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء. وها نحن أولئي نخرج من المسجد الأقصى ونلتقي بأحد الفرنجة الذين شهدوا فتح القدس، وها هو ذا يقول: إن المسلمين لم يؤذوا أحداً ولم ينهبوا مالاً ولم يقتلوا مسالماً ولا معاهداً، وإن من شاء منا خرج وحمل معه ما شاء، وإن بعنا المسلمين ما فضل من أمتعتنا فاشتروها منا بأثمانها، وإننا نغدو ونروح
آمنين مطمئنين لم نر منهم إلا الخير والمروءة فهم أهل حضارة وتمدن. وصدق من قال: ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم منهم. لكن الفرنجة حينما فتحوا القدس قبل 100 عام من هذا التاريخ ذبحوا 70,000 مسلم في يوم وليلة، ولم يرق صلاح الدين قطرة دم واحدة. هذا هو الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.